شخص متفائل بالنصر وشخص محبط بالهزيمة. وقف أحدهما أمام الآخر واصفا حاله فقال: ما لي أرى عينيك يملأها الأسى، ما لي أرى عينيك يملأها الأسى، وتطوف تيها في المدائن نورسا، ما لي أرى شفتيك ترتجفان من خفقان قلب لا يفارقه الأسى. فأجابه: أو ما ترى، أو ما ترى ما حل في وطني وما، أو ما ترى ما حل في وطني وما حيل الصباح به كئيبا كالمساء، أو ما ترى أشلاء أمتي التي بها طرز التاريخ حلا واكتسى، انظر إلى أعلامهم هذا هنا وكذا هنا والكل بات منكسا، أهم غثاء، أهم غثاء، ذاك قول نبينا أم أنه ليل التخاذل عسعسا، عجل له خور تنصب قائدا والسارق الخوان أصبح حارسا، والعالم النحرير بات منسقا والراقص التيوث صار مدرسا، عجل له خور تنصب قائدا والسارق الخوان أصبح حارسا، والعالم النحرير بات منسقا والراقص التيوث صار مدرسا، ومن ارتمى بدمائه متجندلا، ومن ارتمى بدمائه متجندلا وأبى غبار الذل أن يتنفس، ذاك الذي سموه محض تهور، لكن من يشري بلاده فارسا، بلدي بلدي أردتك حرة تأبي الخنا، بلدي أردتك حرة تأبي الخنا، لكن غيري قد أرادك مومسا، هم شرعوا أبواب مخدعك الذي ما اعتاد يوما أن يكون مدنسا، وأباحوا جسمك للذين تشدقوا بتحرر، وأباحوا جسمك للذين تشدقوا بتحرر، فحذار أن يتنجسا. فأجابه: هون عليك، فأجابه: هون عليك، هون عليك، فتلك بعض بشائر، فالصبح إن جن الظلام تنفسا، وأصخ إلى صوت الرجال تقدموا، وأصخ إلى صوت الرجال تقدموا، وبساحة للعز باعوا الأنفس، الله أكبر، الله أكبر أنبتت بقلوبهم، الله أكبر أنبتت بقلوبهم، فتنافسوا في الله طاب تنافسا، الله أكبر سوف تكسر حاجزا للصمت من أجل التخاذل كرسا، والحق منتصر ورغم أنوفهم مهما سعى الطغيان أن يتترسا. والسلام عليكم ورحمة الله.